قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة 7 من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن. تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف تقدم الأعمال بمستشفى سعة 220 سريرا بمدينة العبور، ومن المقرر أن تقدم المدينة والمدن الجديدة المجاورة بشرق القاهرة. كما تابع الوزير نسب تنفيذ مستشفى الأطفال بسوهاج الجديدة، مشيرا لأن الوزارة سبق أن نفذت مستشفى آخر وتم تسليمه لوزارة التعليم العالي لتشغيله من خلال جامعة سوهاج. شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اليوم الجمعة في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الصحي لمجموعة 20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 من أغسطس بمدينة جاندي ناجار في ولاية جوجارات الهندية. وأكد وزير الصحة خلال كلمته بالاجتماع على أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في تعزيز الاستعداد والاستجابة للوقاية من الأوبئة. أصدرت الداخلية الروسية قراراً قيدت بموجبه نشاط الإنتربول في روسيا بعد سعي بعض الدول الغربية الأعضاء فيه لاستغلال نشاطه لصالحها وتقييد النشاط الروسي في إطاره على أراضيها. وينص القرار على منع الإنتربول من إجراء أنشطة البحث العملياتي على الأراضي الروسية، وأن يقتصر نشاطه على إجراء دراسات استقصائية واستطلاعات بالرأي أو تحديد هوية المطلوبين بموجب تصريح من الجهات الروسية. يصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق الهلال الجديد إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الجمعة استعدادا لتقديمه أمام جماهير الأزرق على ملعب الملك فهد الدولي قبل مواجهة الفيحاء غدا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.